سبحانك ولك المنة، خلقت وأوجدت وأنشأت وأبدعت وأبدأت وفطرت وجعلت كل هؤلاء في أمتي حبيبك سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبدلالته أحبوا أنبياءك ورسلك وزاروا قبورهم ونزلوا إلى منازلهم وجاءوا إلى رحابهم وعلموك إلها لا تقبل الإيمان بك حتى يؤمن بأنبيائك ورسلك وبملائكتك، فبلغت دعوة هذا الحبيب إلى هذه القلوب وجمعتنا في هذه الرحاب بعد مرور 1400 سنة وزيادة على قيامه بهذه الدعوة وعلى بلاغه لهذه الرسالة في عالم الأجساد والحس والدنيا، وبلاغه لا يقف عند حس ولا عند جسد، وتلقاها ما تلقاها من الأرواح وتفاعلت بقدرتك الباهرة العظيمة أسرار هذه الدعوة فيما هيات من الأرواح لاستقبالها قرنا بعد قرن، وما شؤون تجديد هذا الدين على أيدي المجددين في كل 100 عام على وجه الخصوص، وما يحصل من أسرار التجديد أجزاء في أحوال وشؤون وصفات تاتي هنا وهناك إلا آثار من آثار التفاعل من قدرتك يا فعال مع باهي الجمال وخير دال جامع الكمال ومفيض النوال وسادني حضرة الجلال محمد بن عبد الله رحمتك المهدى ونعمتك المسدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه ومن والاه. ناب عنه قبل بروز ذاته الشريفة في الهيكل البشري الجسداني أنبياءك ورسلك، وبلغوا أقوامهم ورسلهم، وكنت أخذت عليهم العهود والمواثيق أن عبدي هذا في أي زمان أظهرته وفي أي وقت أبرزته كونوا له أتباع، وخذوا العهد على أقوامكم أن يكونوا له أتباعا. فقام الأنبياء والمرسلون، وذكرت لنا ذلك في كتابك، ومنهم هذا الذي نحن في حضرته النبي الكريم المعظم هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وآلهم وصحبهم وسائر أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم ومن سار في دربهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، نبوة ورسالة أعطاها الله الأنبياء باصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ذلك الباطن إذا أظهرته، أنا الظاهر والباطن، ولكن أظهرت في حبيبي ما لم أظهر في غيره وأبطنت فيه ما لم أبطن في غيره. فإذا جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا عهد الله إلى الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الذي ببركته اجتمعتم وببركته حضرتم وبآثار سمعتم ما سمعتم وجيتم من بلاد شتى وقبائل شتى. ما كان جمعكم عبث ولا صدفة، ولكن بحكم من له الحكم يوم الجمع يوم التغابن جل جلاله وتعالى فعله، وبأسرار وعود وعدها زين الوجود ينجزها له صلوات ربي وسلامه عليه. أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا به وينصرونه، وأنتم من أمته تتشرفون أن تؤمنوا به وتنصرونه. لو كان سادتنا الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى موجودين بين ظهرنا
ما كان لهم إلا الإيمان به ونصرته، وما كان لهم إلا اتباع سنته. عبر عن هذا السر وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. فأي شرف لكم أن تؤمنوا به وتتبعونه وتنصرونه. فحققوا الإيمان به وحققوا النصرة بصدق التبعية، فالشرف لكم بالتبعية للمتبوع الأعظم، للحبيب الأعظم، للنبي الأكرم، لابن عبد الله، لابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف، لأبي فاطمة الزهراء، لأبي القاسم، لجامع المكارم، لخير آدمي، لعبد الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. الوقت الذي تقضونه وأنتم من أمته في الإيمان به ونصرته واتباعه وقت شريف، ما أعجبه ما أطيبه. فظنوا بوقتكم وأعماركم أن ينصرف شيء في غير نصرته وغير اتباعه، ولا تتعلقوا بغير نصرته واتباعه. إن أردتم الفوز فإن يوم الجمع يكشف لكم عن حقائق ما نقول. اليوم نتكلم وغدا كل يعلم، من آمن ومن لم يؤمن. ويا من أكرمتم بالإيمان أو نالت قلوبكم تشوق إلى شريف المرافقة بحسن الموافقة، أصغوا واستمعوا ونبهوا قلوبكم وقوموا من رقدة النوم والغفلة، وضنوا على أوقاتكم أن تصرف في غير نصرته، وأن تصرف في غير متابعته، أن تصرف في غير محبته. فلو نجد شيئا أجمل من ذلك لحدثناكم عنه، ولن تجدون في البرازخ ولا في القيامة أجمل من ذلك ولا أشرف من ذلك. أن تنصروه، أن تؤمنوا به، أن تتبعوه. هذا الذي أخذ الله العهود على الأنبياء فيه، ولو كان الأنبياء والمرسلون على ظهر الأرض ما كان منهم إلا ذلك، لتؤمنن به ولتنصرنه. وما اكتفى الحق تعالى بأخذه هذا الميثاق عليهم حتى أكده، ثم أكده، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي وميثاقي. هكذا يقول الأنبياء، لو شيء أعظم من هذا لكان تأكيده عليه، لو شيء أكبر من هذا لكان تأكيده عليه. لا وعزة ربي، لن يجد رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مامور ولا غني ولا فقير ولا عربي ولا عجمي ولا إنسي ولا جني على ظهر الأرض شيء أشرف له وأعز من أن يتابع وينصر هذا النبي مؤمنا به. لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم ما أخذتم على ذلك مصري. قالوا كلهم، فيهم سيدنا النبي هود ومن قبله ومن بعده، قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما هذا أيها الأحباب والإخوان؟ والطريق قريب لكم أن تؤمنوا به وتنصرونه، وتدخلون في ذي الدائرة التي أكدت بالمواثيق الربانية الرحمانية القدوسية الملكية الجبارية القهارية لرب العرش العظيم في ساحات أهل النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وتدركون هذا الشاو، وتدركون هذا الفخر، وتدركون هذا الشرف بصدق أحدكم في مثل ذا المجمع الصبابة فيه سحايب الجود من البر الودود جل جلاله، اللي قد تشوقت إلى أرواح قبلكم وقد شمت النفس القائم الآن أرواح قبلكم في هذا المكان وأشارت إليه وعلمت مكانه. واليوم تجيئون تقتفون الثمر من أولئكم الغرر، وما كان بينهم وبين العلي الأكبر والإله البر من جود وعطاء أوفر ومن أغمر عنه لا يعبر ولا ينتهي إلى ذرة من حقيقته فكر من تفكر. إنه جود الله، إنه فضل الله، إنه رحمة الله. قال لنا الله يحدث عن سر ذلك مخاطبا حبيبه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم يقول له في الخطاب الثاني: إن فضله كان عليك كبيرا. كان الفضل العظيم والفضل الكبير من الله لمحمد ومنه تفرع، فكان أكبر
الحظ من هذا الفضل وأعظمه بعده للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه والذين أنتم بحضرتهم، ثم للصديقين والذين أنتم بحضرتهم، والمقربين والعباد الصالحين وأهل العلم الذي هو عند الله علم وهو النور الذي يقذف في القلب، يقال عنه سيدنا الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكن نور يقذفه الله في القلب، نور يقذفه هذا العلم الذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهمان وإنما ورثوا العلم، والعلم ورثة الأنبياء، أهل هذا الإرث الكريم النبوي العدد الكبير من كبارهم بكوا في هذا المكان وخضعوا في هذا المكان وسقوا في هذا المكان ورقوا في هذا المكان ونظروا في هذا المكان، وأنتم الآن في نفس المكان، من ساقكم؟ من جاء بكم؟ من أحضركم؟ ألا تطمعون فيه؟ ألا تصدقون معه؟ لحظة من لحظات الصدق تنجيك، ترقيك، تعليك، تدخلك في دوائر أحباب باريك، لحظة من لحظات الصدق لا تبخل على نفسك يا سامع من الإنس والجن ويا من سيسمع ويصله أثر هذا النداء، لا تبخل على نفسك، ساعة من ساعات الصدق مع ربك تدرك بها الفوز الأكبر، تفوز بها يوم المحشر، ترافق خير البشر، تكتحل عينك بطلعته الغراب وترد على حوضه وتسقى شرابا طهرا وتجري بعده في مجرى خير مجرى، وترافقه في دار الكرامة مستقر الرحمة. كم من نظرات وكم من جلسات وكم من مؤانسات وكم من مصافحات وكم من مسامرات في ذاك الدار في تلك الدار، لكنها هنا تعقد، هنا تعين، هنا تنال، وهناك تنفذ، وهناك تدرك، وهناك تحصل، وهناك يوصل إليها، وهنا يسجل أصحابه، وهنا يعين أربابه. يا هذا لا تبخل على نفسك، تدري بين يدي من أنت، وهذا الإله الكريم ساقك إلى هذا المكان في أي مجمع مع من ساق إليك أرواح أنبياء وأرواح أصفياء وأرواح ملائكة مقربين كلهم حضروا في المحضر وأنت بينهم في ذا المحضر، والعلي ينظر والكريم سبحانه وتعالى يتجلى ويتفضل ويجود على من استهيأ لهذا الكرم والجود الغير محدود، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، استحي منه، أنا عصيته وأنت قد عصيته، لكن ما لنا ملجأ غيره، اندم على ما كان منك، اندم على ما كان منك واهجر معصيته فيما بقي من عمرك، ما يحق أن يعصى الكريم العظيم الرحيم المنان الوهاب الجواد البارك المنشد الموجد، ربي وربك، خالقي وخالقك، الناظر إلي وإليك، المنعم علي وعليك، الله يا أخي، الله يا صاحبي، الله يا طالبي، الله يا سامعي، الله 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 الله، أقول لك الله، أقول لك الله، وأدعوك إلى الله، احضر مع الله، اقبل على الله، تعرض لرحمته، تعرض لنظرته، تعرض لنفحته، تعرض لمغفرته، تعرض لإحسانه، تعرض لامتنانه، أنت بين يديك ومعك ركب أنبيائه وملائكته وأوليائه، بكم تشتري هذه الساعة؟ ولو عندي ألف روح إلى روحي وبذلتها كانت رخيصة وقليلة، أن أدرك ساعة وقفة بين يديه أتذلل له وأخضع لجلاله وأستمطره في ساحة كرم أكرم فيها بواسع الكرم كثيرا من عليهم أنعم
صديقين ومقربين وصالحين، وهم سند بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. سلسلة إذا لو حرك طرفها تحركت إلى طرفها الآخر، مباركة منورة. نحن في حضرات ربوبية وألوهية ونبوة ورسالة وصديقية وولاية. أنا ما أستحقها، لا أعزتي، أنا ما أستحقها. أنا لست أحلى لهذا. هو الذي أنعم بذلك، وهو الذي أحضرنا مع أهل هذه المسالك، وهو ملك الممالك سبحانه. على العاصين جدت، على المذنبين أكرمت، ولهم نظرت، ومع أحبابك لهم أحضرت. فلك الحمد، فلك الحمد، فلك الحمد، لك الحمد شكرا، لك المن وفضله. اغنم بركة الحضرة وسر الحضرة، عسى تسعد بنظرة، ونظرة منه من صحت على أحد بعين عد إذن، بعين ود بإذن الله تحييه. لو كان في أشقى الأشقية تحول في لحظة إلى عند أسعد السعادة. هذه قدرة صاحب المملكة، هذه قدرة صاحب القدرة، هذه قدرة ملك الملوك، هذه قدرة الرحمن جل جلاله. ما بين لحظة عين وانتباهتها، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يحول الله من حال إلى حال. يا محول الأحوال، قلوبنا بين يديك، أرواحنا بين يديك، حجبتنا ذنوبنا وسيئاتنا والتفاتاتنا إلى من سواك. فمن يطهرنا غيرك؟ ومن يصفينا عداك؟ يا الله يا الله، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، صفي مشروبنا، ارفع حجابنا، افتح الباب لنا، ادخلنا مع صفياك، حنن علينا روح حبيبك سيد أنبياك وأنبيائك والمرسلين. يا الله يا الله، بحنان أرواحهم تحنن علينا، تحنن علينا، تحنن علينا، ارعف بنا، ارحمنا، اعف عنا، سامحنا فيما جنينا وفيما كان منا. ما لنا غيرك ولا لنا إله سواك. يا الله يا الله يا الله، نناديك، نناجيك، نسألك، نطلبك، نرجوك، نرجوك، ولا نرجو سواك. أنت لهذه القلوب، والقلوب التي في ديارهم، القلوب التي في جوارهم، القلوب التي في مرافقتهم. يا رب يا رب، وقلوبا كافرة الليلة إذا شئت حولتها إلى مؤمنة. وقلوبا عاصية، ومنها في محضرنا، وإن شئت حولتها ورفعتها من حضيضة إلى رفيع حضرة سرك الساري ومددك الجاري. يا كريم يا باري، يا رب يا رب يا رب، اجعل قلوبنا في الطائعات المنيبات الخاشعات الخاضعات الملبيات لنداء خير البريات. يا مجيب الدعوات يا الله، قلت لنا واعلموا فنلنا من العلم ما نلنا وعلمنا. يا ربي ما جهلنا، وعلمنا فوق ما نعلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعلمنا أن الشأن لا لنا ولا لقلوبنا ولا لما بيننا وبينها، ولكن لك وحدك.
فالتجانا ولذنا وقومنا باب الجود طرقنا والفتاح وأنت الفتاح وإذا فتحت منحت ومنحك ما لها من حد ما لها من حسن أنت الله أنت الله أنت أنت الله أنت أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله الله أنت الله أنت نذكر اسمك نمتلي نعيم نذكر اسمك نمتلي سرور نذكر اسمك نمتلي حبور يا رب أنت الله أنت الله نحن عبيدك نحن عبيدك كما أكرمتنا بأرواح خيار عبيدك من أنبياء وملائكة ومقربين أدخلنا في خيار العبيد ارزقنا حقيقة التوحيد يا مبدي يا معيد يا فعال لما يريد كم طرق بابك من طارق ففتحت له الباب يا خالق وأدخلته في جوار خير الخلائق وإنا نستطرق بابك نجل أعتابك ونقصد رحابك ونعم الباب بابك ونعم الرحاب رحابك يا جواد يا منعم يا متفضل يا محسن يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا قادر يا مقتدر يا قادر يا مقتدر أنت القادر على إصلاحنا وفلاحنا ونجاحنا والفتح علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح الباب واكشف الحجاب عن سمير حضرة قاب وأدخلنا عليك من هذا الباب يا وهاب يا وهاب يا وهاب ثبت قلوبهم على الحق والهدى يا الله يا الله أكمل الثبات ثبت أقدامهم على الإيمان والنصرة وحسن المتابعة لحبيبك محمد يا ربي يا ربي كل من كما سبق لهم من رابطة بحبيبك قوها وضعفها وزدها يا رب يا رب يا رب ولا تقطعها ولا تقطعهم عنها حتى نجتمع على حوضه وتحت لوائه وفي دار الكرامة يا الله يا الله وأنجز لعيون الشرف برؤيتي محيات في الدنيا قبل الآخرة وأنجز لعيوننا الشرف برؤيتي محميا في الدنيا قبل الآخرة وأنجز لعيوننا الشرف برؤيتي محيا في الدنيا قبل الآخرة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ألح عليك وبه أقسم عليك عند موت كل واحد منهم شرفه بكريم الرؤيا وأشهد ذلك المحيا يا الله ألح عليك وبه أقسم عليك عند وفاة كل واحد منا شرفه بكريم الرؤيا وأشهد ذلك المحيا يا الله يا الله يا الله علمت أين يتوفى كل واحد منهم وأين تفيض روحه ومتى فأستودعك تلك الساعة وهذه الدعوة لتلك الساعة شرفهم برؤيا والنظر إلى محيا وأكرمهم بلقاء وتوفهم على لا إله إلا الله ولك ولك مع أحبابك نجدد عهدنا ونقول لا
قلها بكليتك لا بنفسك بل به تعالى. أتدري في حضرتي من أنت؟ قلها بصدقك، قلها بكليتك، جدد بها عهدك. لا إله إلا الله، أتظن أن حملة العرش ومن حوله الذين يستغفرون الذين آمنوا ما يستغفرون لهذا الجمع وأهله. يشاركوننا في قوله فتضج بها أرض وتضج بها سماء، لكن بأدب قله، بخضوع قله، بخشوع قله، بصدق معه قله. انفي بها هواك، انفي بها نفسك، وانفي بها شهوتك، وانفي بها الالتفات لغير، وقل معهم لا ثبت علمها في قلوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اجعلنا من خواص أهله، اغدق علينا صيب وبله، يا حي يا قيوم ثبتنا عليها، أحينا عليها، يا حي أمتنا عليها، يا مميت بعثنا عليها، يا باعث يا الله، واجعلهم ممن ينشرها وممن ينصرها، يا رب باقي الأعمار احفظ عيونهم إلا في نصرة نبيك ومتابعته، يا رب في باقي الأعمار احفظ ألسنتنا وألسنتهم إلا في نصرة نبيك ومتابعته، يا الله يا الله باقي جوارحنا وقلوبنا اجعلها فيما بقي من الأعمار ليست إلا في نصرة رسولك ومتابعته. آمين آمين آمين، قل آمين 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 يا رب العالمين. من تخاطب؟ أنت مثلي عاصي وتخاطب، سمح لك؟ أذلك؟ أذلك؟ وفقك؟ أحضرك المحضر ده؟ وهو يعلم أسواءك كلها، هو يعلم عيوبك كلها، جابك إلى هنا عسى إذا صدقت معه وتبت يرفع عنك العناء وتلقى بعدها الهناء. يا هذا يا هذا محضر الإنابة فأنب، محضر الاستجابة فاستجب، ولبي نداء ربك، ارفض ما خالف شريعة نبيك، واردد ما خالف سنة نبيك في نفسك وأهلك وأولادك، في أزيائك وأزيائهم، في أقوالك وأقوالهم، في مناسباتك ومناسباتهم، في مطاعمكم ومشاربكم، في جميع شؤونكم. أنتم عبيد الله وحده لا عبيد لغيره، ما لكم من إله غيره، فلما يستعبدنا العدو، ولما يستعبدنا قطاع الطريق، ولما نستحسن من أجلهم شيئا ليس بحسن عند الله وليس بحسن عند رسول الله. تحرروا تحرروا تطهروا، هذا موقف الطهارة. تطهرت قلوب كثير هنا، ولا يصعب عليه يطهر قلبك إذا رآك متوجه، إذا رآك متنبب. كل شيء ينصحك، كل شيء يقول لك أنب، كل شيء يقول لك تب، كل شيء يقول لك استجب، كل شيء يقول لك أقبل. ساعات ما تباع، ما حقها تسيب، ما حقها تضيع. يا حاضر احضر، احضر بكلك، احضر بقلبك، احضر بروحك. هذا ربك ينظر، هذا ربك يقدر، هذا ربك يطهر، هذا ربك يغفر، هذا ربك يجود، هذا ربك يمنح، هذا ربك يفتح.
هذه أعلى الوسائل له، هؤلاء أكرم الخلق عليه. أنت الذي أحضرتنا، أنت الذي وفقتنا، أنت الذي أوقفتنا هذا الموقف، أنت الذي أنعمت علينا بهذه النعم، فيا منعم أتمم نعمتك، أتمم يا ربي نعمتك، أتمم يا ربي نعمتك على كل قلب فينا، على كل روح فينا، على كل سر فينا، على كل عين فينا، على كل أذن فينا، على كل لسان فينا، على كل عضو من أعضائنا، على كل جارح من جوارحنا. أتمم نعمتك، أتمم نعمتك على نياتنا، أتمم نعمتك على مقاصدنا، حتى يقوم من يقوم منا من ذا المجلس لا يقصد غيرك قط 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 قط، لا يقصد غيرك قط 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 قط، لا يقصد سواك أبدا قط 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 أبدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اسمه العظيم. قل يا الله. عسى تواجهك وقت الغرغرة. قل يا الله. عسى تواجهك ساعة اللحد في القبر. قل يا الله. عسى تواجهك ساعة الحشر. وإذا واجهتك ساعة الحشر بنورانيتها وخيرها أركبتك الملائكة على النجائب، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عسى تقابلك، عسى تقابلك إذا نصب الميزان، عسى تقابلك إذا تطايرت الصحف، عسى تقابلك إذا نصب الصراط، عسى تقابلك إذا جاء نصيبك من النداء في يوم القيامة وقال القائل وأنت تسمعه والجمع يسمعه: ليقوم فلان ابن فلان فظهر اسمك، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. عسى تواجهك يا الله هذه، يا الله هذه، لا إله إلا الله هذه، يا الله يا الله، بلا إله إلا الله اغمسنا في بحر لا إله إلا الله، وحققنا بحقائق لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. وسيدنا المجتبى الصادق الأمين الذي قال لأنصاره الأوائل: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني فرطكم على الحوض وإني منتظركم على الحوض. هو كذلك يقول للصادقين منكم: فرطكم على الحوض، منتظركم على الحوض. يا ربي ثبتنا، يا ربي ارجعنا من أهل الصدق معك، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. صلي وسلم على هذا النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، على النبي هود وعلى أنبيائك ورسلك أولهم وآخرهم، وعلينا معهم وفيهم، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان، وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وأبائنا وأمهاتنا وذو الحقوق علينا، وسلاسل سندنا إلى محمدنا، وعلينا معهم وفيهم، وعلينا معهم وفيهم، وعلينا معهم وفيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.